تو نبض قوي كم ولد عندك عمو Today we're challenging Mark, whose gym business was completely destroyed by the Beirut blasts. What we've told him is he needs to find one person that's able to do 15 pull-ups. And if he does find that person, he gets 5 million Lebanese lira. But what he doesn't know is that we've set him up. Everything's completely fake. Let's go see what happens. We have a challenge. We want to find one person who will do 15 pull-ups. And with 10 chances, just 10 people. Good? بس بديك تجربي if you can do it لازم تجرب بس انا كثير صعبه no promises okay it's fine seven طيب سبعه بالعكس انا رح تكون هلا دعايه كثير حلوه لإلك هلا بعد ما خبرنيهم انا مين هيك بس انه لا الكومبيتيشن انا مين خبرهم انا اسمي مارك جبران Hi, mom. That is Sky News, nobody. One. Yalla, yalla, yalla. 15. That's amazing. Hamad, Hamad, now you're number 5. Senior. Yes, go, lady. Hamad, yalla. We trust you. Hamad, yalla. Pira Ahmed Asin Kare. Pira Ahmed, now we're going to. من ايش طلع 15 اصلا من بلا ما هيك خليها تجيبه ليك 30 روح جيبه روح اوكي بس هاي مان كيفك هاي مان اي نيد يو 5 مينيتس اند ام شور بتعملها ب 30 سكند بربح 5 مليون اذا بتعمل 15 بول اب هونيك ترجع يعطوني اياه هون تو ريبيلد ماي سمول فيتنس ستوديو I mean, I'll try, I can't promise. Let's see. From what I see, you will go for 40 or 50. So just give me 15. He has no clue what's coming. Just give us 15. We love you, sir. Don't go straight on. 8. 9. Yes, bro, you can do it. Fuck. بتزحد بس مش عم بقدر عطشت معه مان عطشت مش عم بقدر مان عطشت بس ليك اي دونت ثينك اي كان مانج 15 ام سو سوري انا ام تو هيفي يو فيل كيف هاد في تشالنج بول اب بار اذا عملتها ناخذ 5 مليون اذا ما عملتها ماني خسران شيء ولا انا ولا انت بنرجع بننفذ حدا ثاني طيب يلا اوكي هيك منيح حجار أربعة سبعة سبعة راح 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 صعبة 15 صعبة you need to practice it's fine فتش لك حالك فيزيك جبرتي هلا يعني اذا انا عملتهم بيعطوك 5 مليون ما زال معهم 5 مليون ليه ما عطوك دخلك مظبوط انت بدك تعطي 5 مش انا لا هو بس انه كثير سخيف الفكره بهدلتنا انا بخص هذا الحكي شو معها كيف اني انا اعوق انه تعمل هالشيء انا عقلي بسيط شو بدي لا انا بس بخص اوكي اتس فاين يو ويل دو ات 15 بس منه كثير 15 بعمل وحده لربحك جميله يلا مش ينفع حلوة كثير رح مرتاحة اليوم I love equality يلا بدي تروح لتركيا كان ميبي تعرف شيء؟ أنا برأيي لا ما أنا انجلت كمان وما أخذت الرزق تبع إيدك تشربي تبع إيدك كمل إيدك لا بليز دونت سوري عن شو سوري بالعكس You have to do 15 pull-ups. They're raising funds. Yes. We got 25 million Lebanese lira. I can't feel my deal. If I make 15, yeah. Tally 1 million. Or 2 million. Khayy 1. The Khayy 1. 15 push-ups. Pull-ups, Khayy. How many push-ups? I want 4 kilometers. Shove 2, get to 8.
شو فيها مليون صار شو هيك الخبرية يعني دقيقتين واحد قاطع على الطريق فيها مليون ليرة بدك لحدا متفق معه لحظة بقيت لحدا يلا يلا بعدك ثلاثة والله إذا عايز إذا طلع لي خمسة I did my best no no كله إلا بعد ما بس والله بعطيك منه مش عايز هلا طلعت أنت الغني الوحيد بيناتنا ما أنا غني بس أنت بركي بابا مليون بس ما سابت من خزر أنا فكرت بالمصاري شفت طمية هيدي هي طمع بالمصاري هيدي طمع بالمصاري good luck to you man the champion of the pull ups فيك تعمل 30 pull ups 30 لا طيب إذا هيدول 15 فولة بدك تعملهم بربحوا حدا مصاري بتجرب؟ قد ايه؟ 5 مليون دولار؟ 5 مليون شو؟ دولار؟ لا هدي بدك هدي بدك تعمل لها 10,000 فولة 10 شو خلاص؟ بيطلع لي 5 مليون ليرة هلا بقسمها انا وياك ما بقسمها بعدين بنحكي شو اسمك؟ إلي روحانا إلي هيدي اخر شيء كيف؟ اه اذن؟ انا قبل اشهر الكورونا قاعد انا موفينج 2 مينيت تمام خلص ايه انا عندي عالم هون خليني رشه شو القصة؟ شو عم تعمل؟ ايه انت جرب؟ كيفك دارك يا عم؟ يا عم ضهرك اخي امان مان يو روك اي لاف يو 7 عارف ايدي امبارح مان بعده عملها هون هذه فاكتور طلع 11 مارك 12 12 هيدا 14 انا حاخذ العصايه 15 مارك خلصت لحظة عمو مش جاي عمو كم ولد عندك عمو؟ لا يا عمو لا كورونا congratulations man so guys we did it 15 لا done ها انت معنا روحانا شو بدك تعمل بالمصاري؟ مان بدي احطن على جنب تبلش بدي افتش على نيو لوكيشن بدك تفتش على لوكيشن؟ ايه تجي معنا؟ مان ثانكس بس ما بنشيل وجهك تعرف مين؟ هم We were just here. The guy in the yellow. You good, man? 100%. ما بعرف. يلا good luck. إيه بدي أروح معكم بدي. We did it. I was worried. 15 was a lot. Maximum. إيه. كيف رح تمشي بلاها؟ إلهم for a good cause. يا ربع. أنا عندي حجيت. مبروك عمو. إيه. إيرينج ما غشيت لك كثير. ما هلا. لك ملا إيرينج. So fun man عن جد. يعني الجار اللي قطع تقول له شو جار كيفك ما تخيلت انه يكون معك انه بدلوا بالحي طعم تشوف المحل بدي فوت هون دايما والله ثانك يو كومبليت هون اللي عندي انت كثير مظلومه ما فكرت عن جد انه انا هيك انه سعيده يعني لا ما كنت سعيده بس انا مظلومه بس انا اي واز جوينج ريلي سموث وترانسبرنت ما فكرت بشيء يعني ولا لحظه هكست علي لا ابدا بالعكس كنت كثير لذيذه انت بس اجى بهيج ضغط تركتها للمره شو بدك؟ ايه ركبت عليه ضغط ايه طلعت هيك هذا طبعا 15 يعني هذا بدي اعمله ولا 15 nothing zero انت كثير قدرت على ميك 5 مليون بيطلع بكل واحد صفين Today I'm gonna reopen my club. حيا لحدا بدي يركض بهيدي الفترة من هلا ترجع بيروت هيك ترجع توعى شوية. We don't take fees, we don't take anything. That's amazing. يلا ممنوع حدا يظهر قبل ما يقعد 10 بوشر. يلا اطلب. إلا هي. يلا. Let me introduce you to Mark. This is the person that was generous enough to make the donation. Here's Mark. Hi, how are you? Hi, Ariko. Good, Mark. I have a bad news for you. I have not decided to do the donation yet until you commit to one thing. No, you didn't. No, I'm gonna take the money back. Oh man, look at you. Okay, you have the money, but you're not allowed to use the money until you commit to one thing. Yeah. We need to run a marathon together in Beirut. It will be my pleasure. We run it together, stride by stride. My personal best is 3 hours, 4 minutes. So my personal best is 3 hours and 10 minutes.
Amazing. So almost we have the same face. So I can stretch myself to run with you. Then you have to commit on training as well. I'm not kidding here. It's gonna be really pleasure. We can start by training online, and when you come back, we're running together. It's gonna be a nice adventure. All right, man. Deal. Give me a punch. Yes. Deal. Yeah, we have a deal. Okay. Money is good for you to use, man. Have a good day, brother. And see you soon in Beirut for the marathon. Ciao. Bye bye. Ciao. Bye-bye. Bye-bye.